النهارده باذن الله هنتكلم على تجارب العملي لسنه اولى. تجارب العملي هو تجارب كتيره، في بلاد وفي سي في اس، وممكن تمتحن يا بلاد يا سي في اس او اتنين سي في اس، في الاخر هي تخضع لتوفيق ربنا. البدايه بتاعتنا هي الاي سي جي. ورقه الاي سي جي بتاعتنا انا هتكلم فيها في نقط اساسيه. اول نقطه هارت ريت. بالنسبه للهارت ريت زي ما انتم شايفين هنلاقي ان هنا في ار ويف وهنا في ار ويف ثانيه. انا دوري ان انا اعد عدد المربعات ما بين الار الاولانيه والار الثانيه تمثل الوان بيت. لو احنا جينا بصينا على الورقه كل الطلبه فاكرين ان الورقه دي عباره عن مربعات، لا، المربع بيبان كنقطه. فلو جينا عدينا هنلاقي هنا 1 2 3 4 5. دايما الصندوق المقفول فيه 5 مربعات بالعرض وخمسة تانيين، يبقى دي 10، 5 15 و2 17. ال 17 المربع دول مدة المربع الواحد 4 من 100 ثانية. يعني اقدر اقول ان مدة الوان بيت 17 مربع في 4 من 100 0.68 طبعا، او لو قربناها 7 من 10. في بعض الاساتذه عندنا هيقول لك ما تحسبهاش بكالكوليتر، فانت لازم تقربها يا اما 15 يا تزودها شويه، مش هتفرق معانا كتير. فبالتالي هيحصل ايه؟ هنقول ان ال1 سايكل بتمثل 6 من 10 ثانيه. طب كام سايكل او كام دقه انا عايز اعملها في 60 ثانيه؟ ده القانون اللي عندكم في الكتاب، 60 على مده السايكل الواحده تقريبا 100 بيت. يبقى اول حاجه قلنا الهارت ريت. تاني حاجه مطلوبه منك حاجه اسمها الرزم، الايقاع. عشان تعرف الايقاع منتظم او لا عد المسافه ما بين الار الاولى والثانيه. هتقولوا لي 17 لسه عددهم، طب ما بين الثانيه والثالثه؟ لو جينا بصينا هنا 5 وهنا 5 صندوق مقفول، ادي 10، 5 15 و2 17 متساويين. امسك الار الثالثه والار الرابعه هلاقي 15 و3 18. امسك الرابعه والخمسه هلاقي ادي كده 15، 5 و5 و5 و2 17. اي حد سمعنا هيسال هو الدكتور عايز يوصل لايه؟ لما نعد عدد المسافات ما بين الار الاولى والثانيه والثانيه والثالثه والثالثه والرابعه والرابعه والخمسه، 5 سكسيسيف ار لازم يبقوا تقريبا متساويين. يعني 17 ممكن تقل 2 تزيد 2. طيب امتى يبقى الرزم بتاعك غير منتظم؟ لو الفرق بقى كبير قوي، مره عد 17 ومره الاقيهم 10، معنى كده الريجولار رزم. في نقطه ثانيه في العملي، لما تتكلم على الرزم لازم تقول لي البيس ميكر اتغير ولا لا. نعرف منين؟ كيو ار اس اللي قبلها بي ويف، هتلاقوا البي ويف اللي قبلها هي فوق الخط. طبعا الخط بتاعنا المفروض هو الخط الفاتح ده. طب دكتور بس هي نازله تحت الخط، لان التوصيل الارضي في القياس كان فيه مشكله. فرضنا ان جات لك حاجه مش متظبطه على البيز لاين، ما يهمكش، اعمل انا بيز لاين ادي من عند البي امد الخط بالرصاص. يفضل تعمل خط بالرصاص لان الورقه دي هيشوفها زمايل ليك ويمتحنوا عليها. البي ويف باينه قوي من خلال الزوم ان هي فوق الخط، فوق البيز لاين. الخط بالرصاص هو الخط اللي انا محدده، معنى كده ان البيس ميكر هو اس اي نود، يبقى ساينس ريزم. كده قلنا حاجتين، ريت وقلنا ريزم. الرزم قلنا نقطتين، عد المسافه بين 5 ار ونوع الرزم. نمسك بقى كل ويف، همسك مثلا البي ويف. مطلوب منك في كل ويف مدتها بالعرض والارتفاع. المده بالعرض يعني من اول الموجه الى اخرها تقريبا 3 مربعات، 1 2 وادي الثالث. مده المربع الواحد 4 من 100 ثانيه، هتضرب عدد المربعات في مدة المربع الواحد. طيب هيطلب منك الفولتج، ارتفاع كل موجة. لو بصينا كده على البي ويف هنلاقي تقريبا مربعين بالطول. المربع الواحد بالطول 1 من 10 فولت، 1 من 10.
المربع الواحد بالعرض 4 من 100. نفس الكلام اللي قلته في البي هطبقه على التي. نيجي بقى لكيو ار اس. هتلاقوا في كيو ار اس انا عندي الموجة لتحت هي الكيو والار هي الفوق. طيب هنا واضح من الزوم ان الاس مش باينة خالص، مفيش اس هنا واضحة. طب انا اعمل ايه؟ اخد ارتفاع الار كام مربع لفوق او كام نقطة لفوق، لان دي الموجة البوزيتيف، ويبقى ماينس الكيو. هو المفروض ارتفاع الار ماينس ارتفاع اكتر موجة لتحت اللي هي الاس. هنا الاس مش باينة قصادي، ما يهمكش خد الكيو. نبتدي بقى فين؟ ادي البيز لاين بتاع القلم الرصاص. عد المربعات من اول هنا لغاية قمة الار تمثل ارتفاع الار. هلاقي مربعين والاقي 5، ادي 7. فين الكيو؟ تقريبا مربع ونص او مربع صغير لتحت. 7 فوق اللي هي الار وواحد اللي هي الكيو، يبقى الفرق 6. اضرب في 1 من 10 تبقى 6 من 10. دايما كيو ار اس بيسألوا في الفولتج بتاعتها. هيتبقى بالنسبة لنا المدد سيجمنت وانترفل. يعني كلمة انترفل؟ من اول الموجة، من اول البي الى اول الكيو. لو جينا بصينا ادي البي عندي اهي، ادي مربع 2 3، 3 مربعات او 4 تقريبا موجودين بالعرض من اول البي الى الكيو، هضربها في مدة المربع الواحد تمثل بي ار انترفال. طيب في عندنا خط هنا، الخط ده يمثل نهاية الاس، طبعا الاس مش باينة، وقبل بداية التي اللي هو الاس تي سيجمنت، تقريبا 1 2 3، 3 مربعات بالعرض. يبقى من الاخر اي حاجة هتحسبها لازم مدة وارتفاع، ما عدا السيجمنتس الخط زي الاس تي او زي البي ار سيجمنت مش باينة، دول اللي هحسب مدة وانترفلز. طيب ايه اللي احسب له ديوريشن وفولتج؟ هو اي موجة عندنا. اخر حاجة لازم تعلق عليها في الامتحان هو الاكسس. واضح من خلال الرسمة اللي قصادكم ان مكتوبة ليد تو. ليد تو ما اقدرش اقيم الاكسس من خلالها، بقيم من خلال ليد 1 وليد 3. فالناس اللي سمعنا هتقول طب وحنعمل الاكسس ازاي؟ دكتور شكري وهو استاذ كل الناس عارفينه ادى لجروب A محاضرات اي سي جي، بيجيب لك اي سي جي كامل تبص على ليد 1 وعلى ليد 3، وكتبنا الخطوات اللي تقدر ان انت تقيم بيها الاكسس في الاسئله والاجابات. في النهايه رسمه الاي سي جي دي بتتسال اسمها ايه؟ الكتروكارديوجرام. الورقه كارديوجرام، الجهاز اسمه الكتروكارديوجراف عكس ما الناس متخيله. ايه الاسئله اللي انا لازم اكون حافظها؟ كل الاريزميا لازم تتقري، وبالاخص نورمال ديوريشن وفولتج لكل موجه، زائد الاب نورماليتيز امتى التي تتقلب، امتى التي ويف الاقيها شكلها تول اند بيك، كل الكلام ده كاتبينه في الورقه. طب يا دكتور هسالك على النورمال بتاع